من أفطر في رمضان لعذر شرعي ثم دخل عليه شوال فهل يبدأ بقضاء ما فاته أم يصوم الست ولا سيما وأنه مواظب عليها في كل عام؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن يبدأ بالقضاء، يبدأ بالمسح والواجب، ثم إذا انتهى قضاء الأيام وفي شوال بقية فإنه يصوم الست، بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتلاه ستا من شوال. الحديث ظاهره أن الست إنما تكون بعد صيام رمضان، فمن كان عليه قضاء فإنه يبادر به ثم يصوم الست من شوال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.